السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال طيبه. اليوم جيت نبارطاجي معكم بسبوسه على شكل غريبه، كتجي هشيشه بزاف ولذيذه. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم. كنحتاجوا فيها بيضه، ساشي ديال فاني، نص كاس معمر ديال سكر سنيده، ما تكتروش السكر في الاول لحقاش غادي نسقيوها بالسيرو ولا القطر. غادي نخلطوها مزيان، ما خلطت البيض وسنيده مزيان، غادي نضيف نص علبه ديال دانون فاني، صافي كنخلطوه مزيان حتى كينسجم لينا مع البيض. صافي غادي نضيف كاس لاروب ديال الزيت، كيف ما كتشوفوا الكاس ما عامر، صافي غادا نضيف كاس لاروب ديال الدقيق، كيف ما كتشوفوا معايا نفس العبار ديال الزيت. جوج خمارات حمرين، غادا نضيف جوج خمارات حمرين و 250 غرام ديال السميدة الرقيقة ديال البغرير. فاش خلطت ما خداتش لي 250 غرام كامله، تقريبا 4 معالق اللي شاطو ليا. غادا نضيف الخميره ونخلط مزيان. صافي غادا نبقى نضيف في السميده شويه بشويه حتى نحصل على خليط اللي يكون شويه خفيف، كتعرفوا السميده كتشرب. غادي نبقى نضيف في السميده بشويه بشويه، السميده الرقيقه. صافي غادي نخلط وغادي نخليها تقريبا 10 دقائق بين ما شربات ليا، ما تخلطوهاش وتبقاو تشكلوا فيها، خليوها تشرب تقريبا 10 دقائق. زدت لي 250 غرام ديال السميده، غير 4 معالق تقريبا اللي شاطو ليا، 4 معالق هما اللي دابا كنحطهم في داك الاناء. وكناخذ لاطا ديال الفران كندهنها بشويه ديال الزيت وكنشكلوهم كويرات، كيف ما كتشوفوا معنا كتجمع، خليوها ترتاح باش تشرب. كنكوروها يا اما صغار ولا كبار ولا معين، انا شكلتهم معين. صافي وكندوزهم في السميده، كنديرهم على شكل غريبه. صافي من بعد ما نشكلهم كاملين غادي ندخلهم الفران اللي يكون سخون مزيان، غادي ندخلهم الوسط والعافيه تكون من الفوق ومن التحت. بغيتوهم يجيكم مشقين من الفوق بحال الغريبه البهله، كتشعلوا غير الفوق حتى كتشق عاد كديروا لتحت. انا درت لتحت هو الاول، كيعجبني الشكل ديالها بحال هكا، كتجي شويه سايحه. صافي وكديروا شي لاطه من التحت باش ما تحرقش لكم من التحت والفوق تبقى خضراء. ما كتاخدش طياب بزاف، دغيا كطيب، غير دو معها بالكم فاش يكون الفران سخون رجعوه 180 خليوها طيب على خاطرها. هنايا وجدت القطر ولا السيرو اللي فيه نفس الكميه ديال السكر تكون ديال الماء. انا درت طوبه ديال السكر في كاس ديال الماء وشويه ديال الحامض، نستمتها بالحامض كتجي زوينه. صافي كتهزوها وهي سخونه وردوا معاها البال لحقاش كتكون هشيشه بزاف تهرس معكم. صافي كنسقيوها بالسيرو اللي يكون بارد، وجدته هو الاول خليته حتى برد، نقيها وكنخليها حتى كتشرب مزيان، عاد كتحطوها في الطبسيل ديال التقديم، خليوها حتى تنشف، ما تجيوش وتهزوها غادي تشق معكم.
كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم وحده كتجي لذيذه بزاف وفيها ديك الريحه ديال الفاني. كنتمنى ان شاء الله تجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم ونتلاقاو فيديو جديد.